هذه الحملة تندرج في إطار تقريب الخدمات الصحية المتخصصة من المواطنين، ولا سيما في المناطق النائية ومناطق الظل. وجاءت هذه القافلة بمبادرة من جمعية الأمل التابعة لمركز مكافحة سرطان بيير ماري كوري بالجزائر العاصمة، تحت إشراف وزارة الصحة والسكان، وبالتنسيق مع مديرية الصحة ومركز مكافحة السرطان بأضرار والمؤسسات الصحية بالولاية. جمعية الأمل لمساعدة المرضى المصابين بداء السرطان هي جمعية تأسست في 94، يعني أزيد من 26 سنة في خدمة المرضى المصابين بداء السرطان لمركز بيير وماري كوري. يعني من أهداف الجمعية هي مساعدة المرضى المصابين بداء السرطان وكذلك مكافحة هذا الداء من تنظيم أيام توعوية تحسيسية من أجل يعني تحسيس الناس حول أهمية التشخيص المبكر. ومن جانب آخر هناك محور اللقاءات، دورة تكوينية لفائدة الأطباء الأخصائيون الأطباء العامون والقابلات، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية على امتداد هذه الأيام لعموم المواطنين، الفحوصات الطبية المتخصصة، نفس الشيء بالنسبة للكشف المبكر. كذلك كانت لنا فرصة يوم الاثنين في القيام بيوم تكويني طبي لأطباء الولاية، الأطباء المحليين خاصة الأطباء العامون، يعتبرون اللبنة الأولى في التشخيص وفي توجيه المريض، بحيث كان هنالك قلت يعني لقاء مع الأطباء العامون وكذلك الأطباء المختصين وكذلك القابلات، يعني كان هنالك تبادل خبرة، كان هنالك يعني التكلم حول آخر التوصيات، حول آخر الإجراءات التي يقام التي يعني يقومون بها الآن من أجل تكفل الأنجع بالمريض، من أجل أيضا توسيع دائرة التحسيس والتوعية. هناك جسم لقولون عملاق يوضع في داخل المؤسسة، يزوره كل المواطنين القافلين للعلاج وتقدم لهم شروحات. في هذه الأيام الأخيرة كان إقبال جد مرتفع، واكتشفوا 6 حالات مشكوك فيها سيتم التكفل بها من طرف الجمعية على مستوى جزائر العاصمة. من المبادرة هذه اللي تمت مع جمعية الأمل لمرضى السرطان بالجزائر العاصمة، هي كان عندنا عدة مرات اللي كنا على تواصل لمدة 10 سنوات، من 2010 احنا على تواصل مع هذه الجمعية من أجل الكشف المبكر للسرطان الثدي وعنق الرحم وإلى غير ذلك، حتى من ناحية التواصل تاع المرضى اللي يكون فينا عجز، مرضى اللي ماهوش ما كانش الإمكانيات موجودة على مستوى ولاية هضرة، هو دائما الحليف نتاعنا والتواصل يكون معنا على مستوى الجمعيات المتواجدة على عبر الوطن، وخاصة منهم جمعية الأمل لمكافحة السرطان اللي راهي تعطينا إمداد كبير وتعطينا مساعدات من أجل مرضى ولاية هضرة، وخاصة في المناطق النائية لأنه نعتبر بلي 65% الناس ما عندهمش مدخول، لهذا يكون كل شيء بالمجان من طرف الجمعية. احنا دورنا انه نقوم بالتسهيلات والترتيبات الاوليه لتحسيس المرضى، وخاصه في الجانب النسوي تقدم الامينه العامه للجمعيه سي دامر الشويريه اللي زيد توضح من ناحيه التحسيس ومن ناحيه التنسيق مع جمعيه الامل مع جمعيه الغيث القادم بالتكفل للمرضى اللي يلقاو عندهم ليزاناليز ولا اي حاجه في الغرزه اللي يدوها ويلقاو عندهم بوزيتيف، يعاودوا يبعثوا لنا الريزلتا ونبعثوهم لجمعيه الامل، ويكون تكفل شامل بالنسبه للمرقد وبالنسبه للماكل والمشرب وبالنسبه حتى للعلاج. المناسبة كانت هي مارس الأزرق، هو الشهر العالمي لمكافحة سرطان المستقيم القولون. هذا السرطان الذي أضحى اليوم هو أول سرطان في الجزائر بأزيد من 6500 حالة جديدة سنويا، بحيث أصبح سرطان القولون المستقيم يتصدر كل السرطانات عند الرجل بأزيد من 3500 حالة جديدة، والثاني بعد سرطان الثدي عند المرأة بأزيد من 3000 حالة جديدة. والمشكل أنه ثلثي المرضى المصابين به يصلون إلى مراكز العلاج في مراحل متقدمة
جدا، يعني اذ هو يعني في الحين انه يعتبر سرطان يمكن اننا نتجنب اطلاقا الاصابه به اذا علم يعني طريقه الفحص المبكر وكذلك الاعراض. هنالك تشخيص او فحص مبكر لسرطان الثدي، الكل يعلم كذلك انه سرطان الثدي يعتبر اول سرطان يصيب المراه في الجزائر، حيث ان الجزائر تسجل ازيد من 14,000 حاله جديده لسرطان الثدي سنويا، وللاسف نواصل في تسجيل ازيد من 3,500 حاله جديده لوفاه سنويا، اي ما يعادل 10 نساء يتوفين يوميا من جراء الاصابه بسرطان الثدي. لذلك يعني ارتأينا الا اننا يعني ننتقل كذلك بالوحده، الوحده الوحيده الموجوده على مستوى الجزائر، وهي الوحده المتنقله المجهزه باخر التقنيات والاجهزه من اجل التشخيص المبكر والفحص المبكر لسرطان الثدي. رافقتها كذلك رافقت هذه الوحده طاقم طبي متخصص في سرطان الثدي، كذلك عملنا طيله هذا الاسبوع من اجل التوعيه التحسيس والتشخيص المبكر لكل نساء ولاية أضرار، يعني في كل بكل قصورها، لخاصة النساء التي يتراوح أعمارهن بين 40 و70 سنة، من أجل إجراء هذا الفحص المبكر عند النساء سالمات ليس لدينا أي عرض من الأعراض. ابتداء من 40 سنة نبدأ بهذا الفحص المبكر، وكذلك بإجراء الماموغرافيا والإيكوغرافيا، وكذلك يعني استقبلنا حتى النساء يعني دون ذلك، يعني دون سن 40 اللي كان عند بعضهن مثلا سوابق في العائلة بمرض سرطان الثدي، وكذلك كانت ربما كان هنالك بعض النساء يعني الصغيرات في السن والتي كانت لديهن يعني مشكل مثلا أورام حميدة، تمت معاينتهن يعني وكذلك أعطينا لهم يعني الشروحات وكيفية كيفية مراقبة تلك الأورام الحميدة وكيفية كذلك التشخيص المبكر.